الامتحان بشكل عام من متوسط لصعب. طبعا الامتحان بكفي منه شوية سهل بس احنا مش دارسين بالمرة. اول اشي طبعا رحمة عشان ده غزة واللي صار عندنا قبل كم من يوم اقتحام اجلوا امتحان انجليزي. بتمنى انه التربية تراعينا انهم اخروا يراعونا بالامتحان يعني يراعوا ظروفنا لانه اللي صار معنا نفسية وحياة وتأجيل اجلوا امتحانين ورا بعض هاي صعبة. فبتمنى رسالتي للتربية انهم يراعونا شوي. امتحان اليوم كان كتير صعب مش مراعي للفروق الفردية ابدا ولفوا داروا بالاسئلة كتير وبرعش الفرق الفردية وكيف ده كلك يعني من كتر ما صابت الامتحان كسرنا لها الحاسب شراكي كلنا هاي احنا الشباب شراكي ذكرنا عينا امتحان شو صاب وجينا نصلحها على الفور والله كان كثير صعب وما راعوناش بالمرة هاي كسرتها عشان الامتحان صعب والله هسه قبل كل شيء قبل الامتحان نترحم على الشهداء شهداء غزة وشهداء نور شمس. ثاني شيء الامتحان الحمد لله يعني اجى مراعي شوي بس لو انه احنا مش شادين يعني وصارت هاي الفترة كم من يوم ما عرفناش ندرس بس الحمد لله اجى يعني منيح وان شاء الله انه ننجح للجميع يعني اشي منه منيح نقدر نقول بنحل يعني والاسئلة يعني تقريبا بنقدر نقول مباشرة السلام من ناحية نفسية والله ما في نفسية من الواحد يقدم امتحان ولا الواحد يكتب اسمه على الامتحان لانه تطلع الظروف اللي احنا بنمر فيها شهداء وحتى احنا اليوم يعني عندنا جنازات شهداء ونازلين كده امتحانات ونفسية يعني تعبت انا طلعنا من طلعت من الامتحان بس عشان لحقت الجنازة اشوف الشهداء.